إصابة تبدو بالغة لبدر بنون. كرة من الركنية، جول جول. خرج المصاب بدر بنون، قلب الدفاع طويل القامة، فوجد الطريق إلى الشباك فريق شباب الريف الحسيمي. أسود شباب الريف يزأرون هناك في معقل المباراة في موضع المواقع، وهدف يأتي من لاعب وسط الميدان سفيان الشارف. هذه الركنية من يوسف بوشتا مرت من الجميع. وينك يا زكريا حضراف، وينك يا زكريا حضراف، تتفرج على كرة يصل عليها سفيان، سفيان الشارف وضع في مرمى أنس زنيتي. لا أحد تقدم، لا أحد غطى، لا أحد تفطن لغياب بدر بنون. سفيان الشارف هو الذي يتقدم مع مطلع شوط المباراة الثاني لفريق شباب الريف الحسيمي. خسر بهدف دون رد أمام الوداد في اللقاء الأخير في هذا الملعب، لكنه يصر على أن يبهر ويبدع في لقاء اليوم. كان منظم دفاعيا الفريق للأمانة، يعني كان منظم دفاعيا. هذا هو بن علي، شاكر، وكرة خطيرة، جول 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 جول. هدف التعادل الرجاوي، هذا الذي يمرض ولا يموت، هذا الذي يعاني ولا يسقط، هذا الذي يتأذى ولا يخسر، هذا الذي يرد على الجميع. كورة طويلة خطا فادح منك وحدك، وحدك يا الحواص اللي حصلت نفسك، الحواص اللي خرج ليقدم هدية ولا أروع ولا أجمل. كورة ساقطة، هدف التعادل من جواد. جواد يميق، جواد على الفارس يفعلها، يعادل الكفة.